بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو وباسم شمس للتدريب بمصر أو من مصر، سوف نعرض عليكم النظام الجديد لمنظمة تسجيل براءات الاختراع العالمية ويبو World IP Organization. وفي هذا الفيديو تشاهدون البرنامج بين ويبو وتونجي يونيفرستي، يعني جامعة تونجي بالصين. طبعا هذه الجامعة تعطي شهادات ماجستير براءة اختراعات في مجال التصميم، اسمها MIP In Design. هذا البرنامج هو نقطة تحول للمنظمة العالمية في براءة الاختراع ويبو بالتشارك مع الجامعة الصينية. نقطة تحول لتفعيل براءات الاختراع سواء المسجلة أو غير مسجلة، وتحويلها إلى تقنية قابلة للتسويق. هناك مشكلة كانت تواجه المنظمة العالمية ويبو الأمريكية، ولديهم تقرير سنوي، يعني نستعرض معكم في هذا الفيديو ما يخص 2020 و2021 التي لم تنتهي بعد، أو يكون التقرير 2020 و2019. فهي تسجل جميع الاختراعات بالتصنيف، سواء تتبع لأشخاص أو لشركات أو لجامعات أو كذا. إذا استعرضنا، فالمنظمة هي تسجل الاختراع، يعني لها عائد أو كأنها أرشيف للاختراعات، يعني مثل الغرفة التجارية في كل بلد، بس هذه غرفة تجارية عالمية، فمسجل عندها الاختراعات الباتنت اللي هي براءة الاختراع، رقم براءة الاختراع. وفي مرحلة التسجيل هناك 5 خطوات: معلومات عن المخترع، وهو كتابة تسجيل، يعني ممكن يكون 20 صفحة أو 40 صفحة. فطبعا في معلومات عن الشخص المخترع والاختراع نفسه، أو ملكية الاختراع هي للشخص أو للجامعة أو لشركة، يعني هناك 3. فإذا كانت للشخص تكون مقدمة منه عن طريق إما بنفسه أو عن طريق محامي، والتكلفة تقريبا تكلف $1000، لأن أنا مريت في نفس التجربة.
وكذلك تكلفه انه يعني مع المحامي او مع النظام ممكن هناك رسوم من $1000 تدفع للتسجيل في المنظمة العالمية وفي البلد اللي يرغب فيها التسجيل. مثلا أنا سجلت في ماليزيا وفي السعودية، سجلنا براءة اختراع اللي هو ليفا، ليس انرجي اول فريش اير. طبعا هذه براءة الاختراع اللي سجلناها في ماليزيا، وكان المحامي اللي هو اي بي لوير، يعني دائما اي بي هي ملكية فكرية، البي يعني بروبرتي. طبعا التسجيل اللي تم من قبل 7 سنوات او 8 سنوات لتقنية ليفا، وموجود فيديوهات على اليوتيوب. فإذا هناك تسجيل مثل التسجيل لتقنية ليفا، وكان فعلا نسميه كتيب التسجيل مع المحامي. هناك 5 عناصر: على المؤلف وعلاقته بالفكرة أو بالتقنية، المقدمة، وصف للتقنية، يعني هناك زي الأسئلة أو كذا تعبر طبعا باللغة الإنجليزية، لازم تكون باللغة الإنجليزية حتى تسجل في الـ WIPO. فهنا عنصرين اللي هو الشخص والفكر. طبعا الفكر الشخص اسمه، معلوماته، خلفية معلوماته بالنسبة للاختراع، يعني التعليم الكذا، يعني ايش علاقته بالاختراع؟ ليه؟ لانه حيعرض الاختراع على قضاة، يعني جج او جوري، محلفين. طبعا في هناك شيء معين اللي هي انه جدة الجديد، يعني ما هي فكرة مسروقة، يعني فكرة غير مسبوقة، بمعنى في الأرشيف. يعني هم لو ينظروا في الأرشيف، يبحثوا اللي هم الويبو، المنظمة العالمية الأمريكية لتسجيل براءة الاختراع، فهم ينظروا إلى الأشياء المسجلة مسبقا، طبعا بطريقة كمبيوتر أو كذا، في بعض الحقول وبعض الكلمات، وهذا يشوفه. فهذه تاخذ عملية ممكن شهور حتى يجي رد. لكن خلينا نتكلم عن الـ5 الحقول. الـ5 الحقول هي المؤلف اللي هو المالك اللي هو المخترع، معلوماته والمعلومات اللي تثبت انه هو صاحب الاختراع، خلفيته التعليمية والخبرة طبعا الجدية، وإنه كمان يعني إنه جديد الفكرة، لم تسبق أن قيلت، والشخص نفسه صاحب الاختراع يعني ما أذاع عنها، يعني نشرها في بحث أو كذا، سجلت في مثلا دوريات او كذا، لانه من البحث اللي يعملوه انه يشوفوا في الاشياء العالمية انه اذا كان سبق انه اباح او باح بالفكرة او صرح بها او كتبها، فما تعتبرات اختراع، يعني يجب ان تكون ان ما اعلنت من قبل، يعني ما كتب عنها مقال ولا كذا ولا كذا. فاذا هذه الشرطين، فالحقول قلنا الحقل الأول اللي هو معلومات أو بروفايل صاحب الاختراع، طبعا وعنوانه يعني كأنه
على أساس إنه يكون معروف. الإيميل إذا كان في أرقام تلفونات ممكن، أو كان عن طريق المحامي على أساس المراسلات البريد. طبعا الويبو اللي هي المنظمة العالمية ما تشترط إنه محامي، يعني ممكن أنت تقدم عندهم بنفسك. طيب إذا الحقل الخاص اللي هو كأنك أنت بتقدم سي في لشركة عايز تشتغل عندها، فلازم تحط معلوماتك اللي يتم الاتصال بك، يخبروك بالبريد أو بالاتصال أو كذا. الثاني البروفايل حق الفكرة أو مواصفات الفكرة، المسمى، يعني إيش سميت الاختراع، إيش حابب تسميه اسم. طبعا كل ما كان الاسم يعني جذاب وجديد وقليل الكلمات، يعني ممكن 4 كلمات أو أكثر شوية أو كذا، لأنه في مجال للوصف توصف. فهذا الحقل الثاني. الحقل الثالث التفاصيل، تفاصيل الفكرة، يعني المقاسات، الأشياء، يعني وصف الفكرة، الرسومات، حاجات كده معينة. الحقل الرابع إثبات الفكرة اللي يسموه proof of concept. concept يعني المفهوم، فمفهوم الفكرة هذا تثبته، إنه مثلا تقول أنت مفهوم جديد. فكيف مفهوم جديد يختلف عن القديم؟ إذا كان مطابق للقديم فهذا مو مفهوم جديد. فتثبت كيف مفهوم جديد. يعني مثلا نحن في الاختراع كان المفهوم للتقنية إنه جميع دورة التكييف هي مغلقة، يعني هواء يدخل زي المروحة، يعني هواء يخرج وهواء ينسحب. فنحن تكون قلنا دورة مفتوحة، يعني الهواء يجي من مكان غير المكان المكيف من برا ويدخل وما يصير له تدوير، يعني عدم تدوير الهواء، فدورة مفتوحة. فهذا نيو كونسبت، وإنه الدورة المفتوحة دي أقل طاقة من الدورة المغلقة مثلا، فهذا نيو كونسبت، يعني مفهوم جديد. فأنا أعطيت كمثال للفهم. طبعا الاختراع مو لازم يكون جهاز، ممكن يكون طريقة عمل ما، طريقة مبيعات أو طريقة إنتاج. فمفهوم جديد، يعني زي مثلا مصنع، فالطريقة لاينز وكذا، فهذا لا، ما تكون طريقة تانية، أو تطوير في شيء موجود أو شيء جديد زي ماكدونالد، يعني الوجبات السريعة تتعامل، يعني تخرج الهامبرجر في مثلا دقيقة، فهي زي الصناعة، يعني خط إنتاج. حتى لا نطيل، إذا نحن غلقنا الحقول، حقل أول معلومات عن المؤلف، يعني خلينا نقول المؤلف لأنه هو تأليف 20 صفحة أو 40 صفحة، فالمؤلف اللي هو صاحب الفكرة
معلومات عنه زي كأنه بيقدم سيرة ذاتية، ثم معلومات عن الاختراع نفسه بتفاصيل بكذا بكذا. فهنا تجد انه في صفحات تمت يعني ممكن 14 صفحة وكذا، ومعلومات عن طبعا عن المؤلف وعن الاختراع في حقول بسيطة يعني أقل من صفحة أو صفحة واحدة، اللي هي لو ننظر إليها نعرف إنه هذا المؤلف من وهذا الاختراع إيه. هذه حقلين. الثالث التفاصيل والمقاسات والحسابات وكذا عن كيف هذا الاختراع. الرابع اللي هي إثبات إنه هذا الاختراع في مجال توفير الطاقة، في مجال توفير، في مجال تجديد التعليم كذا، أي حاجة، في مجال تخفيض الإنتاج، تكلفة الإنتاج قصدي. فهنا المجال وقلنا الإثبات، إذا 1 2 3، 1 اللي هو بروفايل عن المؤلف، 2 بروفايل عن الفكرة أو ملخص عن الفكرة، 3 تفاصيل الفكرة بالمقاسات، 4 إثبات الفكرة. الحقل الخامس وهو الأهم، يعني ممكن كل الأربع حقول صاحب الفكرة يقول يعني تعلن، يعني تعطى لأي أحد، أي أحد يطلبها ياخدها، هنا يسمى غير سري. مثلا واحد اخترع خلطة في أكل مثلا زي حقت كنتاكي، فالتفاصيل والمعايير وأقصد المكونات الأكلة ومكونات الخلطة كلها قال معلنة، فهذا جانب. أو واحد قال لا سرية، يعني ما بدي أقول كم الكميات، كم نحط بهارات من كذا وكذا وكذا، فهذه تعتبر سرية. واضح؟ فهنا في فرق، نوعين من الاختراع، معلن اللي هم يسموه open source وإلا closed source، يعني اللي يطلع على الاختراع هذا بس مسموح له يشوف الاسم والعنوان والكذا والهذا، ما يشوف التفاصيل كيف تكونت. يعني الحقل الثالث يكون مخفي. الحقل الرابع ممكن يكون معلن، ليه؟ لأنه إثبات الفكرة. يعني مثلا أنا سويت الخلطة وعجبت مثلا 10 آلاف جربوها واختبروها، بس إيش هي الخلطة؟ إما سرية فيصير إيش هذه براءة اختراع سرية، أو معلنة open source. ففي كلا الحالتين الحقل الخامس يقيدها، يعني مثلا لو كانت معلنة يدخل عليها الناس كلهم يعرفوا الخلطة ويستخدموا، بس ما يقدروا يعتبروها اختراع وينزلوها بصورة تنباع يعني في كل الأسواق. يعني ممكن يفتح محل ويقول أنا هذه خلطة السرية حقت اختراع مثلا شاورما بط، مثلا شاورما بط أو شاورما وز، يعني بلحم الوز، فالخلطة والأشياء والطريقة وكيف يصير بلحم الوز الشاورما، التفاصيل إما معلنة وإما مخبأة. هذا نوعين أنت اللي تطلب. فلو قلت معلنة هذا في صالح الشخص، ليه؟ لأنه كثير ناس حيستخدموه، لكن ما يقدروا يستخدموا الاسم، وما يقدروا يعملوها مثلجة مثلا وتنباع، يعني تنباع تنتشر في الأسواق وتدخل كل بلد. لأنه لو جات مثلا أنا في السعودية وجات في السعودية نفس هذا واكتشفتها، فما عليها باتنت، ما عليها براءة اختراع، أنا أقول هذه أخذوها وسرقوها وصاروا يوزعوها دوليا، لكن في بلده أنا ما يهمني،
فأنا براقب في بلدي. فالمعلنة والسرية، السرية يعني معناته ما أتوقع أو ما أقدر أطالب. الحقل الخامس هي المطالبة، الكليم، يعني مطالبة إني أرفع دعوة. فإيش الأشياء اللي حطيتها؟ ففي المطالبة أنا حطيت إنها كلوز، إنه سرية، فلو أحد نزل بيها ما أقدر أطالب، لأنه أنا قال سرية، نزل بنفس الاسم وبكل حاجة بنفس ممكن يغير حرف في الاسم، يعني مو مشكلة. فالمكفولة أو السرية خطرة، صعب إنك تطالب فيها، لكن المعلنة هي دي اللي تطالب فيها، تستشهد برقم التسجيل اللي في المنظمة العالمية، ولا في يعني أنت متقدم في مصر فتستشهد إن عندك رقم من الـ WIPO، الويبو قوي. لو ما عندك في الويبو، يعني عندك عند بس مثلا محامي سجل لك إياه أبو غزالة أو أي أحد، وما أعطاك رقم في أمريكا، ما أخذت رقم في أمريكا في المنظمة العالمية، ضعيف المطالب. في المنظمة العالمية تقدر تطالب عن المنظمة تدافع عنها. فإذا 5 حقول، أهم حقل وأذكى حقل المطالبة. فالآن في 2021 يعني تم اكتشاف إنه السرية هذه ما بتنزل للسوق ولا بتستفيد منها المنظمة، لأن المنظمة لما تطالب بتستطيع إنها تأخذ مبالغ تغرم، زي ما حصل بين الآيفون و السامسونج. فرفعت المنظمة لكن ما أخذوا كل اللي يبغوه، لأنه كانت أشياء سرية كثيرة اللي طالبوا بها. فأشياء سرية أنت كيف تطالبني؟ كيف عرفتها أنا؟ لكن لو كانت معلنة كان كسبه أكتر المنظمة. فهنا صار تحول. طبعا المعلنة الكتاب بتاعها ممكن يكون مو 40 صفحة، 80 صفحة، 200 صفحة، تفاصيل دقيقة و و و يعني كتاب. وهنا يأتي التغيير، يعني هناك فائدة كبيرة جدا حتى للمنظمة، لأنه في القضايا المطالبات بتستفيد المنظمة، بترافع عنك يعني لها مبالغ في الحماية. وما في أحد يقدر يسجل بعدك نفس التفصيل، سواء هي سرية ولا، لأنه إيش كان في شرط إنها تكون جديدة ما سجلت قبل. فهنا نفهم أهمية التسجيل في المنظمة الأمريكية. الآن صار هذا البرنامج اللي بنشوفه في الفيديو يعتبر تحول. طبعا أظن الجامعة الصينية اللي هي تنجي بتعطي ماجستير للشخص المخترع نفسه، يعني ودراسة مدتها 1 سنة و4 شهور زي ما هو مكتوب، من أغسطس إلى ديسمبر السنة الثانية، أغسطس 21 إلى ديسمبر. فهنا 1 سنة و4 شهور، يعني أنت الكتاب إيش حيطلع؟ حيطلع كتاب ومسجل في الجامعة وفي البرنامج هذا. هنا قفلت، أو الكلام هذا الجزء الخامس كان قوي. الجزء الخامس ده هو أكبر، يعني ممكن يكون 100 صفحة، اللي هو الكليم، الحقوق. احنا نلاحظ بعض البرامج ابلكيشن تيجي تقرا في مايكروسوفت يقول لك اول شيء وافق، هذا اللي تقول عليه وافق كلنا ما نقرا، يعني في الفيسبوك توافق على الاتفاقية بينك وبينه،
ان هم ممكن المعلومات دي كذا ما كذا اشياء، بعدين بعضها تأشر عليها تقول ايه مسموح مسموح مسموح، تدوني معلومات، اذا سمحت انهم يدوك معلومات معناته اخذوا منك معلومات، باعوا طلبك. فانت لو قلت اوكي، يعني تبغى انت ما تتضايق من مثلا الفيسبوك هذا، قول له كل شيء لا 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 لا، وقول له موافق، يعني لا تاخذ اي ميزة. هنا انت ما افدتهم، ما يقدروا يبيعوا شيء منك، ما يدخلوا على خصوصيتك. يعني ليش الفيسبوك بيدخل على خصوصيتنا؟ احنا بنسمح له وبعدين بنوافق، بعدين ادينا البرنامج، افتح البرنامج، يعني في اتفاقية. فالاتفاقية دي تجدها صفحات كثيرة ما نقراها، بنود كثيرة، يعني ممكن في بند صغير ما قريته وبعدين انت تشتكي لهذا يقول لك لا انت في هذا البند كان مذكور. فتخيل انت اللي سويت لبرنامج، انت سويته ابلكيشن، تبغى تسوي له الاتفاقية دي، هي اصعب شيء، يعني تقعد فيها ممكن 6 شهور ولا اكثر تدرس دراسة. فهذا البرنامج اللي نزل، طبعا نحن الفيديو هذا قلنا 30 دقيقة لنعرف الناس بالحقول هذه المطلوبة في حالة الاختراع، وكمان انه الفينيو اللي هو انت تقدم الاختراع كيف، بنفسك او من طريق الشركة اللي تعمل فيها، مثلا انت تعمل في الاتصالات وعندك اختراع، فهل تقدم باسم الشركة تدي رئيسك وما ادري ايش، وهذا راح عليك، ممكن ما يقدم، ممكن هو يقدم. كثير ناس يدوا افكار في العمل وكذا وتنسرق منه، ليش انت تديها؟ سجلها في الدبليو اي بي او، واضح؟ كثير ناس يعني انقهروا، حتى مديره يدي له فكرة، المدير يطلعها باسمه لرئيس الشركة، هو ياخذ علاوة، هو ياخذ هذا، ابدا. هنا في جهل بالحقوق، يعني هذه ممكن انا اخليها اختراع، حتى لو هو استخدمها باسمه هذا بعدين انت تقدر تسجلها، بس لو هو سجلها هنا المصيبة. يعني انت جبت فكرة، وهذه نسمعها كثير، افكار افكار افكار، ويطلع والوزير يكرم رئيس الشركة ويكرم المدير ويكرم كذا، وهي من واحد من العمال الفكرة سرقوها ولا ذكروا اسمه، بعدين ممكن انهم يكافئوه، اصلا لما نقدم الفكرة كافئوه، ادوا له مكافأة بسيطة. طبعا هذه حصلت انا معايا حتى في ارامكو، بس رفضت، يعني جيت بقدم برنامج يدعو اللي عنده افكار، رفضت نقدم التقنية. ف اذا الهدف من البرنامج هذه الشراكة بين الصين وبين امريكا او الجامعة، هذه بتدي مجال لكل الناس، يعني انت بدل ما تقدم الاختراع قدم في الدراسة. طيب لو قلنا انه في كثير من الناس اللي هم خريجين جامعات عشان ياخذوا ماجستير ما سمعوا بهذه الجامعة، وما سمعوا اصلا بال WIPO اللي هي موجودة من 40 سنة، يبقى هذا هناك في مشكلة. وحتى هذا دحين لها 5 سنين، أو البرنامج هذا بين الصين وبين عن طريق الجامعة، يمكن أنت تسمع الفيديو هذا وأنت عمرك ما سمعت فيه. هنا في حقوق، حقوق الطبع، يعني أنت تقدر تألف كتاب، مو لازم أنا ألف كتاب يطلع قصة ولا فيلم ولا كده، ألف كتاب عن أفكاري وقدرتي اللي يمكن أنا أعطيتها غيري وحسن وسووا وكذا، بس في فرصة إنك أنت تقدم في هذا البرنامج أو برنامج آخر. طبعا البرنامج الآخر نحن عملناه نحن كطرف ثالث، يعني دحين في ال WIPO وفي تونجي، ونحن طرف ثالث بنساعدك
كأننا تقديم عشان تدرس هذا السنة وأربعة أشهر وتأخذ ماجستير، أو تأخذ ماجستير مثلا عندنا نحن شمس للتدريب بمصر في النظام الدولي المالي الدولي. يعني في عندنا كتاب منهج سميناه فاينانس اند ناس، هذا انا حقدم عليه اختراع. اوعى تسرقوه، ما حد يقدر يسرقه، لان يعني السرقه مو بالاسم، يعني انت بالاسم ما تقدر تقدم، لازم الحقول الخمسه. فانا اصلا حقدمه عن طريق البرنامج سنه واربع اشهر، وحيكون معايا سي اف او، يعني اثنين باسمنا مو باسمي انا، يعني انا المالك وفي المسؤول المالي، يعني احنا اثنين. طبعا انا المهندس عادل الانصاري رئيس شمس للتدريب، وهو الرئيس المالي او المندوب المالي او المالي في شمس التدريب، فالاثنين حنقدم سوا. طبعا يعني حنتابع معاكم في هذا الفيديو 30 دقيقة، ممكن نسوي 100 فيديو. هنا نحن بننشر التغيير اللي ساير في 2021، يعني النظام القديم اللي الآن صار نظام أحسن، إنه تفعيل اختراعك وتنزيل السوق بنفسك زي ما بنسوي أنا والأستاذ فرج السيفو. احنا عندنا اختراع واكتشاف وحاجات كثيرة كنا شغالين عليها سوا من 5 سنين، لو عرفنا انه هذا البرنامج موجود كان اسهل علينا، يعني خسرنا يمكن $1,000,000 ونحن بنحاول ننزله في السوق، نسوي صناعة وكذا اللي هي تقنية ليفا اللي هي موجود فيديوهات عنها، اللي هي تكييف المساحات المفتوحة بأقل طاقة وتوفير الفريش اير أو الهواء الجديد المتجدد، يعني من برا في الأماكن المغلقة مثل الجامعات والمدارس والمستشفيات وكذا، لتخفيف مستوى ثاني أكسيد الكربون وتخفيف العدوى اللي سببت الكورونا، يعني يصير المبنى في الداخل كأنك في الخارج. وممكن انه النظام تبعنا انه كمان يصير مصيدة للكورونا اساس الكورونا فيروسات، فممكن يتم صيدها في المباني، يعني نصيد الكورونا وإما نحرقها وإما طبعا غالبا تصاد الكورونا الفيروس عشان يحرق، وممكن نبيعه للأبحاث خاصة وهي فيها متجددة كثير، يعني ممكن نبيع 1 من المليون من الكورونا والباقي يحرق، وممكن يصير بحث عليه وهو بيحرق ايش يصير فيه الفيروس، يعني كأننا نبقى نعمل مصيدة للكورونا، وكأننا بننقذ المباني والمستشفيات وكذا. فبرضو هذا مش هيخلي الاختراع تبعنا ولا هذا يسرق، لأنه
هنخليه احنا مفتوح، يعني ممكن اثناء نزول الاختراع وتحويل التقنية الى السوق ناخد معانا 404